مين اللي عايز البالونه؟ يا نهار اسود بالونه اهي. وتشارلي السعد يدور عليه يا غبي فرقعي. ازيكم يا جدعان عاملين ايه؟ واهلا بيكم في فيديو جديد. انا عايز اقول لكم ان انا اشتريت الثلاث جسد بلالين دول عشان المفروض النهارده عندنا كميه افكار هنعملها بالبلالين كتير قوي، والمفروض دلوقتي هنبدا باول جوله يا جدعان في الفيديو، وهتكون عباره عن تحدي بين الثلاث كلاب بوتشر وبيلا ولوكا. هنبدا ننفخ من اول دسته حوالي 15 بالونه، ال 15 بالونه دول هيتقسموا على الثلاث كلاب، يبقى كل كلب هياخد خمس بلالين، وهنشوف مين اسرع كلب في الثلاث كلاب هيبدا ان هو يفرقع الخمس بلالين دول. يا جدعان زي ما انتم شايفين اول خمس بقالين، واول واحد هو يبدا هو بوتشر. زي ما انتم شايفين بوتشر اهوت اهوت خمس بقالين اهو. يلا ابدا فرقع اول واحده. لا بالراحه الكفر الكفر التاليه. ها فاضل ثلاثه فرقع يا ابني. الثالثه ايوه ادي الرابعه يلا بوتشر يلا ادي عض يلا. الرابعه الخامسه يلا الخمسه يلا اتخطير يا غبي. يا نهار اسود يا نهار اسود طارت فوق طارت فوق طارت فوق. وقعت يا جدعان وقعت. يا نهار اسود يا جدعان طير واحده. بوتشر يعتبر فرقع اربعه وساب واحده. طيب المفروض هنبدا يا جدعان بالدور الثاني وهي بالله. يلا جاهزه بالله. واحد اثنين ثلاثه. اول واحد يلا الثانيه عاش عاش قدامك ثلاثه. يلا 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 هنا هنا يا غبيه هنا. ايوه 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 الرابعه خمسه 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 الاخيره. بس كده يا جدعان بالله سبقت بوتشر بكتير قوي. انت بتدور على ايه؟ خلاص فرقعه. طيب دلوقتي وصلنا لاخر كلب خلاص هنعمل معاه التحدي هو لوكا. يلا جاهزه يا لوكا؟ جاهزه جاهزه. يلا لوكا يلا ابدا. لوكا ده تلعب اول واحد. يلا لوكا تاني واحد. يلا لوكا تاني واحد عايش عاش يا عدو يا جدعان بعد ما اتفرقعها بتقعد تدور عليه. يلا يا بنت يا فارسي. اخر واحد فاضل اخر واحد اخر واحد عاش عاش عاش. انت بتدور على ايه؟ بس يا جدعان تدور عليهم وانا بقيت ضحك اقسم بالله مش مصدق ان هم فرقعوا ولا ايه. طيب يا جدعان المفروض كسب في اول جوله هو بيلا، بعد كده لوكا، بعد كده بوتشر. المفروض بعد دلوقتي اخش على الجوله الثانيه، وهتكون عباره عن ان انا هدخل الثلاث كلاب في السطح اللي انا واقف فيه ده، وهبدا ان انا احذف ثلاث بلالين بالظبط على قد عدد الكلاب، واكتر كلب فيهم هيفرقع بلالين من دي هو اللي هيكون كسبان. يا جدعان المفروض في ايدي الثلاث بلالين اهوت، المفروض الثلاث كلاب اهو بوتشر وبيلا ولوكا. هنبدا بقى ان احنا نحذف واحده واحده ونشوف مين اللي هيبدا. تنزل يلا مين؟ بوتشر كده نقطة البوتشر يا جدعان. يلا مين اللي هياخد تاني نقطة؟ تاني نقطة اهي. وقعها تاني غب. يلا 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 مين؟ 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 بوتشر تاني. بوتشر ياخد تاني نقطة. آخر واحدة يلا. مين؟ مين؟ مين يا نهار اسود؟ بوتشر. أيوه بوتشر. بوتشر يا جدعان اللي كسب الجولة دي الصراحة باحتراف. طيب ركزوا معايا عشان المفروض دلوقتي هنبدا الفكره اللي انتوا شفتوها في العنوان. زي ما شفتوا في العنوان يا جدعان النهارده هنعمل مقلب في الكلاب، عباره عن ان انا هجيب لهم المفروض دبدوب يعني يا عم على شكل نمر، والمفروض ان انا مركب له ماسك كلب على اساس ان هو كلب الصراحه، لاني ما لقيتش دبدوب على شكل كلب يعني. المهم ان انا هجيب الدبدوب ده وهبدا احطه هنا في السطح، وهبدا ادخل الكلاب مش كلهم مع بعض، ادخل مثلا لوكا لوحدها، بوتشر لوحده، بيلا لوحدها، وهنبدا هنا بقى نشوف رد فعل الكلاب. هل هيتجاهلوا الحوار وهيفكروا فعلا ان ده دبدوب عادي، ولا هيفكروا ان ده حقيقي وهيبداوا يهاجموه؟ فبس من غير اي كتير متحمس قوي رد فعل الكلاب الصراحه. فبس خلونا نخش على الفيديو على طول. بس قبل ما ابدا اي حاجه ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو ده، وخلونا نوصل الفيديو ده 15000 او 20000 لايك. انا عايز اقول لكم يا جماعه انا بصور لكم في عز امتحاناتي وعز الثانويه العامه الصراحه، فقدروني كده باللايكات. غير كده ما تنسوش تشتركوا في القناه، فعلوا جرس التنبيهات. خلاص يا جدعان هانت 700000. الانستجرام بتاعي، صفحه الفيسبوك، اي حاجه لها علاقه بيها تحت في صندوق الوصف. طيب يا جدعان زي ما انتم شايفين هنحطه هنا في الجنب كده اكنه دبدوب. بصوا يا جدعان منظره من بعيد، اقسم بالله منظره اكنه فعلا يعني حاجه حقيقيه. فهنبدا بقى ندخل الكلاب ونشوف رد فعلهم على الحوار ده. لا دخلت يا جدعان، لا دخلت، لا دخلت. بصوا يا جدعان، بصوا يا جدعان وقفت وقفت. ايه ده يا جدعان؟ حست ان في حاجه يا جدعان، مش حاسه بامان. بصوا بتشمشم في ازاي؟
بس يا جدعان بس بس ايه انت مستغربه؟ بس يا جدعان بالله بتشمي في ازاي؟ بس يا جدعان بزق عليه. انت خايفه من ايه؟ ما عملتش حاجه. ما تخافيش ما تخافيش. هات ابل هات يا ابل. لا ادبل ادبل هات ابل. بوتشر بيعمل معاه زي اللعب. بس بس انت فضحيني. يا دبدوب يا غبي يا دبدوب. اجرب كده يا جدعان اشيل وجر وراها. بدأت تشموا يا جدعان بقى الحوار طبيعي. بس يا بل بس عيب خلاص بس عيب خلاص. دلوقتي يا جدعان جبنا لوكا. تعالى يا لوكا تعالى. عايز اخشي يلا خش يا جدعان. لوكا داخله ايه عادي طبيعي. انا يا جدعان لمحته يا جدعان لمحته. بس بتشم فيه ازاي؟ عايز اقول لكم ان هو مش معتبرين دبدوب خالص. هم مقلقين منه. بس لوكا بتعمل ازاي؟ هم بيفنسوا ليه كده يا جدعان؟ بس انا بتشم في الوش ازاي؟ ايه؟ ايه ده يا جدعان؟ لوكا ما خفتش منه ولا اي حاجه يعني غير بله. حتى ما هجمتوش. يا بتشم فيها عادي. شاطره يا بت يا لوكا يا بت شاطره. ده بتقلده يا جدعان. قعدت لابسه قعدته. ومالك ومالك اطلع بره يا لوكا. روح تبوتشر وتعالي. بص يا جدعان بوتشر بوتشر يا جدعان مهبول بالله. ايه ده بوتشر؟ بص يا جدعان بوتشر طلع له. بص يا جدعان بوتشر بيشمه ازاي؟ بص بص بيلف حوالينه ازاي؟ بص بص مستغرب ده يا جدعان. بص قاعد يشوف ازاي. بص يا جدعان بوتشر بيعمله ازاي. بوتشر يا جدعان بدأ يهاجمه بدأ يهاجمه. بص 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 ده بتخبطه كده ليه؟ ايه ده لسه ده يتهبل اهو. ايه انت هتغتصبه ولا ايه؟ وبس يا جدعان دي كانت رد فعل الكلاب على المقلب. انا كنت متوقع كلب من الكلاب يفكر ان ده دبدوب عادي وما يهاجموش، ولكن الثلاث كلاب اعتبروه اكنه كائن حي بالظبط. لو انتوا حابين مقلب زي كده وافكار زي كده ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو ده. وصلوا الفيديو ده 20,000 لايك عشان اعرف ان الافكار دي بتعجبكم. غير كده اهم حاجه يا جدعان تاكدوا انكم عاملين اشتراك في القناه وفعلوا جرس التنبيهات عشان خلاص هانت ال 700,000 مشترك. وادعوا لي يا جدعان عشان ثانويه عامه. انا الفتره دي طالع عيني اقسم بالله. ورغم كده بصور وبنزل لكم فيديوهات فعايزكم تقفوا جنب الفترة دي. وكمان ما تنسوش تابعونا على الانستجرام موجود هناك عليه على طول. وبس يا جدعان كان معاكم عمر احمد وبتشور. يوم سلام. سلام.